بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم معنا في هذه المساحة اليومية على الهواء مباشرة، والتي نتابع من خلالها فعاليات ومناشط مهرجان صلالة السياحي لهذا العام 2015 من خلال برنامجكم مساء المهرجان. أسعد الله أوقاتكم ومساءاتكم أينما كنتم، ونتشرف بمتابعتكم لنا وبقائكم معنا خلال الفترة القادمة لتشاهدوا ما عددناه لكم وما سنقدمه إن شاء الله خلال حلقة اليوم. حياكم الله، مساء الخير حوراء. مساء النور عمر، ومساء السرور لكل مشاهدينا الكرام في هذه الأمسية الجديدة من أمسيات مهرجان صلالة السياحي لهذا العام، وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي برنامج مساء المهرجان. إن شاء الله اليوم نحن متواصلين معكم كالعادة من الآن حتى الساعة 10، نقدم لكم كل ما هو جديد وكل ما يقدم هنا في مركز البلدية الترفيهي. نتمنى لكم وقت جميل وممتع من خلال متابعتكم لبرنامجنا. طبعا الفعالية الأهم اليوم في برنامج مساء المهرجان وأيضا في فعاليات مهرجان صلالة السياحي هي مسابقة الولايات، اللي إن شاء الله الآن راح تبدأ بعد شوي في مسرح الولايات، ومشاركة ولاية أمصيرة أكيد هي منورة برنامجنا وأيضا منورة صلالة. ومعنا الحين محمود المتواجد في طبعا مسرح الولايات. نرحب فيك محمود وحياك الله معنا. حيا إن شاء الله حوراء، ومنورة اليوم بالزي الجميل، زي المهدى طبعا من قبل ولاية أمصيرة. كل التحية لأهل ولاية أمصيرة اللي قادمين طبعا اليوم معنا في مشاركة هذه المسابقة، مسابقة الولايات. إذا مشاهدينا الكرام كل التحية لكم. فقراتنا اليوم كما عودناكم دائما تكون إن شاء الله على أمل أن تعجبكم هذه الفقرات، اللي نحاول دائما أن نسلط الضوء على كل الفعاليات وأهم الفعاليات كما قالت حوراء، مشاركة ولاية أمصيرة الولاية الجميلة. الولاية دائما هي الأجمل، جزيرة رائعة وأهلها وسكانها طبعا. كل من سكن وذهب إلى هذه الولاية دائما يحاول ويفكر أن يعود مرة أخرى إلى هذه الجزيرة الجميلة. متواصلين معكم اليوم في فقرات كثيرة في برنامجكم مساء المهرجان. شعر يا عماني
من ولاية بصيرة مشاهدينا الكرام تشارك في مسابقة الولايات التنافسية هنا في مهرجان صلالة السياحي. هذه المسابقة إضافة إلى مجموعة أخرى أيضا من الفنون العمانية المغناة تقام على شكل مسابقات تقدم للجمهور هنا في المسارح المختلفة في المتنفسات في الأماكن المخصصة للعرض طبعا، والتي جهزت تجهيز تام لاستقبال وتوفير الراحة والمعلومة لزائر محافظة ظفار المتواجد معنا هنا في سلطنة عمان خلال هذه الفترة، وهم كثيرون حقيقة، زوار من داخل السلطنة من مختلف محافظات من مختلف مناطق السلطنة وأيضا من خارج السلطنة طبعا، أشقائنا من دول الخليج العربي وزائرين آخرين أيضا الذين تتاح لهم الفرصة ليكونوا موجودين هنا يستمتعوا بأجواء الخريف بالإضافة إلى فعاليات المهرجان. ولاية مصيرة مثل ما شايفين حوراء في الصورة أيضا يعني بعدد كبير ما شاء الله من المشاركين وأنواع مختلفة من الحرف وربما الفنون العمانية المغنى أيضا. صحيح مثل ما ذكرت عامر، يعني كل ولايات السلطنة إن شاء الله راح تتنافس في هذه المسابقة الجميلة إن شاء الله أيضا في الأيام القادمة لتقديم مجموعة من الفنون والمنتوجات الرائعة والحرف الجميلة. طيب بعيدا عن الولايات مثل احنا ما نشاهد هذه العروض الجميله، العروض العالميه بالفعل، دراجات ناريه مباشرة الآن هنا من مركز البلدية الترفيهي. عموما نحن نتمنى كل زوار المركز أن يستمتعوا بهذه الفعاليات التي تقدم لهم. مثل ما نذكر دائما كل الفعاليات متنوعة ومتجددة دائما سواء كانت أسبوعية أو يومية. الحين راح ننتقل مباشرة إلى مسرح الولايات وزميلنا محمود تبوك اللي أكيد بنمسي عليك بالخير مرة أخرى محمود، ومقابل أكيد للتعرف على يعني ما أعدت ولاية مصيرة وأهالي ولاية مصيرة لجمهور مهرجان صلالة السياحي لهذا العام. تفضل محمود. مساء النور عامر، مجددا مشاهدين الكرام نجدد لكم التحية من هنا من مسرح الولايات. دائما في لكل سفينة يكون لها قبطان، وقبطان سفينة برنامج مساء المهرجان هو المخرج أحمد جعبوب، واليوم سفينة مصيرة وصلت إلى محافظة ظفار. كل التحية لهذه السفينة الرائعة باللي حضر مع وعلى مركبها على مترها، وكل التحية للجمهور الأكثر من رائع دائما اللي يشرفنا دائما هنا في مسرح الولايات. كل التحية لهم ويستاهلون تحية الولاية الحاضرة اليوم معنا في مساء المهرجان. في البداية مشاهدين الكرام راح نرحب دائما بلجنة التحكيم في مسابقة الولايات. لجنة التحكيم موجودة، كل التحية دائما على حضورهم وتواجدهم في هذه المسابقة. نرحب من اليمين نبدأ بالطارق سالم النهدي عضو ومقرر اللجنة، والشاعر محمد محاد عبيدان العمري، ومسلم بن أحمد الكثيري رئيس اللجنة، وعبد الله بن محمد النجار نائب رئيس اللجنة، وبدر بن سيف الحاتمي، ويوسف بن سيف الشهيمي. كل التحية للجنة وكل التحية للجمهور الرائع دائما، كل التحية لكم دائما لكل ولاية وكل ولايات المشاركة في هذه المسابقة الجميلة. هم الهدف الأساسي هو إرضاء الجمهور وزوار مركز البلدية الترفيهي وزوار أيضا السلطنة من خارجها. كل التحية لكم. في البداية باسمي وباسم الجمهور الرائع هنا في مسرح الولايات نرحب بسعادة الشيخ عبد الله بن خليفة المجعلي نائب رئيس مجلس الشورى وممثل ولاية مصيرة في هذه المشاركة في مسابقة الولاية. مساك الله بالخير ومرحبا وسهلا وحمد الله على السلامة. نقابل الكاميرا. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أحب أن أشكركم وأشكر الحضور على هذا المسرح. باسمي وباسم أخواني المشاركين أن أقدم التحية لرئيس البلدية للمهرجان السياحي 2015 والذي تشرفنا فيه، وتشرفت ولاية مصيرة أن تحضر هذا المسرح بأن تشارك من ضمن الولايات المشاركة في هذه المسرح. بنفس الشيء أهالي مصيري يقدموا كل التحية لإخوانهم في محافظة ظفار وخاصة ولاية صلالة. كل التحية لأهل ولاية مصيرة وتحيتهم على رأسنا، ومرحبا وسهلا بأهلنا في ولاية مصيرة. سعد شيخ، اليوم ولاية مصيرة
وكل ولايات السلطنة، كل ولاية لها موروث جميل تحظى به كل ولايات السلطنة، والاهتمام من قبل وزارة التراث والثقافة بهذا الموروث الجميل اللي تزخر به محافظات السلطنة. نتحدث اليوم عن ما راح تقدمونه في هذه المشاركة في مسابقة الولايات. هناك فنون عمانية كثيرة لديكم، وأيضا فنون بحرية تشتهر بها ولاية مصيرة. أكيد أخوي محمود، بالنسبة لولاية مصيرة، على حسب ما تعرف ولاية مصيرة تتميز موقعها الاستراتيجي وهي جزيرة. الحمد لله كثير من الفنون والفقرات فيه، إذا كانت عن طريق فقرة الرزحة لأخواني الموجودين وأقدم لهم كل التحية، بالإضافة إلى الفنون البحرية الموجودين، بالإضافة إلى فرقة النساء المغايض، بالإضافة إلى الحرفيين، بالإضافة إلى الجمعية المشاركة وأخواتي المشاركات، وقدم لهم كل التحية. وجايين من مصيرة طبعا، بما أنك عارف أن مصيرة لها ميزة خصوصية أنا أعتبرها، بما أنها بحر يعني لا بد أنك تركب في السفينة على أن توصل. فأهل مصيرة يعني قدموا كل شيء على أساس أن يوصلوا إلى هذا اليوم، والحمد لله موجودين إذا كان رجال أو نساء. يعني كل التحية للمشاركين اليوم في المسابقة. سعادة الشيخ، المسابقة وحماس المسابقة والجمهور كل يتطلع للمشاركات الولايات في هذا المسرح. نعم. منافسة، لجنة التحكيم تقييم لكل الموروث، لكل الفعاليات، لكل الفنون راح تقدمونها اليوم ذاك. حضرتوا أكيد كثير لهذه المسابقة فترة وأنتم في التحضير، لأن اليوم وصلتوا وشرفتوا ونورتوا محافظة فار. والله الحمد لله. طبعا الفنون المعروفة يعني معظم ولايات السلطنة نفس الفنون، نفس الفقرات اللي تقدم، لكن بما ان احنا يعني الحمد لله معني بعض الفقرات مميزة نعتبرها، وان شاء الله رايحين نشوفوها اليوم على هذا المسرح. وش هي؟ عشان نشوقهم اكثر. والله انا مخلني سر يعني، لان اريد افاجئ به الجمهور يعني الموجودين ان شاء الله. يلا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ومرحبا وسهلا مره ثانيه. طبعا كل التحيه لك ولاخواني اللجنه المحكمه، واتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله على جهودهم المستمره في هذه المسرح، وخاصه ما شاء الله عليهم يعني سالهم فتره طويله وهم يبذلوا كل الجهد في من اجل نجاح هذه المشاركه، واتمنى لهم كل التوفيق. يعني اتمنى لكم الفوز ان شاء الله بالمراكز المتقدمه. طبعا المشاركه هي إظهار الموروث الجميل في كل ولايات السلطنة. والله طبعاً نحن قاطعين بحر يعني مسافة طويلة، فيعين نأخذ يعني ما نتنازل عن المركز الأول يعني بصراحة، وهذا نتمنى يعني من الجمهور أو كان من لجنة، لأن مصيرة تختلف على ولايات ثانية. نتمنى كل خير. وتستاهل مصيرة وتستاهل إن شاء الله. شكراً لسعادة الشيخ عبد الله بن خليفة المجعلي نائب رئيس مجلس الشورى مشرف عام ولاية مصيرة في هذه المشاركة في مسابقة الولايات. مشاهدينا الكرام، فنون كثيرة وفقرات محضرينها ولاية مصيرة في هذا المساء هنا في مسرح الولايات، فلا تروحون بعيد. فنون عمانية وفنون أيضا الفنون الموجودة في ولاية مصيرة البحرية والشواطئ الجميلة هناك راح نشاهد هنا فقط في مسرح الولايات، فلا تروحون بعيد. نشوف الرزحة. فرحة المهرجان،
Bye.
هذه صلالة والخريف وضيوفها مستانسين. والله شركة جميلة إذن لولاية مصيرة، نتمنى لهم كل التوفيق. بعد قليل إن شاء الله سنرجع معهم، لكن هناك كثير من الفعاليات والأنشطة مشاهدين الكرام. أيضا جهات كثيرة تحرص على أنها تقيم أنشطتها وفعالياتها، مثل ما نقول ونكرر دائما في هذا الموسم الجميل في هذه الأجواء الحلوة هنا في مدينة صلالة، وأيضا في مهرجان صلالة السياحي لهذا العام. من الفقرات عندنا أيضا إحدى الفعاليات الرياضية، عندنا تقرير الآن راح نشاهده مشاهدينا الكرام عن بطولة سباق القدرة والتحمل بتنظيم الاتحاد العماني للفروسية. راح نشاهد التقرير مع زميلنا ماهر السليمي، ومن ثم لنا عودة إن شاء الله، فكونوا معنا. توجد خيالة الحاشية السلطانية وخيالة مدرعات سلطان عمان بمسابقة اليوم الأول من بطولة مهرجان صلالة لالتقاط الأوتاد التي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية ضمن مشاركته السنوية بمهرجان صلالة السياحي، وذلك بالتعاون مع بلدية ظفار. رعى الافتتاح سعادة الشيخ سالم بن عفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار، وبحضور السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين. ما في شك يعني المسابقة قطعت شوط كبير، وسعدنا بما شاهدناه. نتمنى للجميع التوفيق والنجاح سواء من داخل سلطنة عمان أو من الدول الشقيقة المشاركة في هذا السباق. كلنا فخر واعتزاز بهذه المسابقة وبهذه الرجولة لكل المشاركين، أتمنى لهم التوفيق. مثل ما تعرف بأنه أيضا الاتحاد العماني للفروسية شريك أيضا مع المؤسسات الحكومية في القائمة على مهرجان خريف صلالة 2015، وكثفنا الجهود حقيقة هذا الموسم على أساس أنه أيضا تكون مشاركة أوسع من دول الخليج. وتقام البطولة بمشاركة خليجية تشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، بالإضافة إلى فرق ممثلة بالخيالة السلطانية وخيالة الحاشية السلطانية ووحدة شرطة الخيالة وخيالة مدرعات سلطان عمان. وتأتي هذه البطولة بجهود مشتركة بين الاتحاد العماني للفروسية ووزارة الشؤون الرياضية ومكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، وكذلك بلدية ظفار ووحدات الخيال الحكومية ولجنة صلالة للفروسية، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص التي دعمت البطولة. والله حقيقة المنافسة كانت قوية، صارت الفرق يعني تنافس بشكل قوي أكثر من الماضي، صار الجهد في التدريب صار أكبر، والفرسان أصبحوا يعني يجيدون لعبة التقاط الأوتاد بشكل أفضل. وموسم بعد موسم نلاحظ ان تطور في المسابقات بشكل كبير. والله المنافسه كانت جميله جدا، وكان المنافسه قويه، خاصه فيها كان اول مره بالنسبه لمشاركه منتخب السعوديه مع منتخب قطر ومنتخب الامارات، فكانت المنافسه قويه جدا صراحه.
بس الحمد لله يعني حققنا مركز وقدرنا نجيب المركز الأول الحمد لله. شهدت المسابقة حضورا جماهيريا لافتا، تواجدوا لمتابعة أحداث البطولة ومنافستها المثيرة التي عكست قدرة الفرسان ومهاراتهم العالية في التقاط الأوتاد والحلق بواسطة الرمح، وقد قدم الفرسان مهارات عالية في إيداء هذه اللعبة الجميلة. لبرنامج مساء المهرجان، من هذا المكان كانت انطلاقتي للحياة. أنا الآن أعمل بإحدى الشركات العالمية الرائدة بميناء صحار الصناعي. حسين بن محمود بن خميس اللواتي، خريج من كليات العلوم التطبيقية. Let's go.
ندعو لكم بالخير. مشاهدينا الكرام من جديد، وجميل نحن نشوف هذا التنوع الجميل من الموروث العماني هنا في زوايا المهرجان، وبالفعل هم يعني محاولين بقدر المستطاع ان تجسد كل هذه يعني التقاليد والعادات هنا في مهرجان صلالة بقوة وحاضرة بالفعل بقوة، مثل ما نحن شاهدنا هذه اللقطات الجميلة هنا من زوايا مركز البلدية الترفيهي. أيضا ما ننسى مسرح الولايات وولاية نصيرة، ما شاء الله عليهم ما مقصرين، سواء كان العنصر الرجالي أو العنصر النسائي بالفعل هم محاولين بقدر المستطاع أن كل هذه الموروثات تجسد بقوة في مسرح الولايات. حماس ما شاء الله باين جدا على هذه المشاركة الجميلة. قبل قليل كنا نشاهد معكم مشاهدينا الكرام رزحة القصافي، واحدة من الفنون العمانية المغناة الجميلة جدا، تحمل كثير من المعاني في تعبير عن يعني البطولة، الشجاعة، استخدام السيف، تروس، أيضا يعني هذا التناغم ما بين الأصوات وما بين أيضا الإيقاعات، ويعني هذا هو الموروث الذي نتحدث صحيح عنه. نحن شاهدنا اللقطات أنه مش فقط العنصر الرجالي هو اللي حاضر في هذا الفن، أيضا العنصر النسائي حاضر. أيوة كان في تفاعل، وهذه حوراء الفكرة اللي دائما نؤكد عليها، بأنه الفكرة من هذه المشاركات بغض النظر عن موضوع المنافسة هي هدية تقدم عام بعد آخر لنا كمشاهدين من خلال تلفزيون، كجمهور حاضر هنا أيضا. تخيل أنه هذه الجزيرة تأتيك، يعني يعني جزيرة مصيرة مثلا على بعدها من محافظة ظفار، تأتيك بال يعني بما فيها من يعني رجال، نساء، عادات، تقاليد، لباس، كل ما لديهم يقدموه في هذا المسرح، وهذا شيء جميل. صحيح، يعني بالفعل مثل ما ذكرت أنها هي هدية تقدم للجمهور وأيضا للمشاهد. يعني أيضا عامر من خلال يعني الولايات اللي كانوا مشاركين معنا في الحلقات القادمة وأيضا في هذه الحلقة وحتى في الحلقات القادمة، بالفعل هناك في حرف وفي مثلا فنون تقدم أو لوحات جميلة تقدم أنا من جد ما كنت أعرفها. أتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله يا رب، ونشكرهم فعلا يعني كل الولايات بالاستثناء اللي قدموا واللي بعدهم بيجون، نتمنى لهم كل التوفيق. نروح نشوف زوار المهرجان، واحدة من فقرات برنامجنا مع الرائعة دائما محمد المخيني اللي بنوجه له أكيد كل الزملاء كل التحية والتقدير. ومن بعد محمد بنذهب معكم مباشرة إلى مسرح الولايات، مشاركة ولاية مصيرة مع زميلنا محمود تبوك، ونشوف محمود إيش محضر للجمهور، أكيد شوية مقابلات كذا، ونقترب أكثر من بعد التقرير طبعا، نقترب أكثر من مسرح الولايات بعد زوار المهرجان. نتابع. مشاهدينا الكرام مساكم الله بالخير. زوار المهرجان وفقرة زوار المهرجان ياتكم مرة ثانية. طبعا جمعيات المرأة العمانية بمحافظة ظفار تجمعا في مكان واحد في هذا المكان في قاعة ريدان الموجودة في مركز البلدية الترفيهي ميدان المهرجان. كل ولاية أخواتنا صاحبات المشاريع المختلفة
زين موجودات ويعرضن منتجاتهم واعمالهم من بخور من نسيج من من معمول من اعمال حرفيه مختلفه. خلونا نشوف متسابقينا وما زلنا في هذا المكان الجميل جنب القريه التراثيه وخلوكم معنا. وسؤالنا الأول يقول ما هو اليوم المخصص للنساء من ضمن أيام الأسبوع في فعاليات المهرجان؟ ما هو اليوم المخصص للنساء؟ الأحد. هي هذه إذن يوم؟ الأحد. يوم الأحد وإجابتك الإجابة الصحيحة. ما هو اليوم المخصص للنساء في فعاليات المهرجان؟ طبعا أيضا يعني هذا تنبيه ننبه فيه طبعا للمشاهدين اللي ناويين أنهم يجون فعاليات مهرجان صلالة السياحي بأن كل يوم أحد يوم مخصص للنساء فقط وليس العائلات أن واحد وزوجته لا فقط نساء الحديقة المنتزه الفعاليات مخصصة للنساء فقط. إذن إجابتك الإجابة الصحيحة. سعدي رجع يعني نشوف السعدي هو يدور الجوائز. يلا الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون قدموا لك مبلغ مالي زائد جائزة بقيمة 50 ريال مقدمة من باتشي موقعهم في صلالة جاردنز مول. شكرا لك. حيا مشكور. شكرا. متواصلين معكم. سؤالنا الثاني يقول ما هي الأيام اللي تطلق فيه الألعاب النارية في سماء المهرجان؟ ما هي وكم عددها؟ ما هي الأيام اللي تطلق فيه الألعاب النارية؟ كم عددها الأيام؟ 3 أيام. يا سلام عليك. صح إجابتك الإجابة الصحيحة. إذن 3 أيام في الأسبوع تطلق فيه الألعاب النارية. طبعا الجائزة الأولى مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. ألف مبروك. زائد باتشي. تحب الباتشي؟ يعيبني. ها؟ يعيبني. ما شاء يعيبني. ها؟ من وين انتي؟ من السويق. من السويق. يكفيني؟ يسدني. يسدني. انا اقول لك ما يسدك، بعدني بعطيك 50 ريال باتشي زين في صلاله جاردنز مول موقعهم وعندهم الحلويات الزينه والشغل الزين وال... ها؟ وتحبون الحلويات انتو. ايش الحلويات ايش ايش؟ يعيبني. يعيبني. مبروك شكرا لك. خلينا نروح لسؤالنا الثالث. من بيجاوبه؟ تعالوا معنا. سؤالنا الأخير يقول في أي محافظة تقع قلعتي الميراني والجلالي؟ قلعتي الميراني والجلالي في أي محافظة تقع قلعتي الميراني أو الجلالي؟ أعطي خيارات؟ أعطي خيارات. أوكي. هل في محافظة ظفار أم في محافظة الوسطى أم محافظة شمال الشرقية أم في محافظة مسقط؟ في محافظة مسقط. يا سلام تعبتني انت، قطع لي انت. انت عذبت نفسك ما اذا قلعتي الميراني والجلالي في محافظة مسقط. في محافظة مسقط. اجابتك الاجابة الصحيحة. اول حاجة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون قدموا لك مبلغ زايد باتشي حلويات باتشي. تحبهم؟ اكيد من ما يحب حلويات. موقعهم في صلالة تعرفه وين؟ الصلالة جاردنز. صلالة جاردنز مول موقعهم في صلالة جاردنز مول. حلويات باتشي هذه الحلويات الجميلة تروح تتشرى معاهم بقيمة 50 ريال. تعبرنا بشيء؟ سلامتك. شكرا. لا تنسى عاد تتسوق من عند أمهاتنا إن شاء الله. حياك الله. وصلنا معاكم لختام جولتنا، لنا جولات أخرى. مع السلامة. شكرا للزميل محمد المخيني على هذه المسابقة وزوار المهرجان. دائما يلتقي بزوار المهرجان هنا في مركز البلدية الترفيهي. نتمنى التوفيق أيضا للمشاركين في مسابقة زوار المهرجان. إذن مشاهدين الكرام ما زالت فعاليات والفنون التي تقدم هنا في مسرح الولايات مستمرة، وهذا الآن شيلة العازي ما زال شيلة الرزحة قصدي ما زالت مستمرة. استمعنا قبل قليل العازي والفنون اللي قدموها اليوم ولاية مصيرة. نرحب في هذه اللحظات اللي يشرف مسرح الولايات سعادة الشيخ رئيس مجلس الشورى الشيخ خالد بن هلال المعوري، وأيضا سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية الظفار وأصحاب السعادة والحضور الكرام في هذا المسرح اليوم في مسابقة الولايات ومشاركة ولاية مصيرة. جانب جديد وركن
من أركان المسابقة اليوم والمشاركة ركن جمعية المرأة العمانية المشاركة طبعا في هذه الولاية ولاية مصيرة وركن أنا جعت بصراحة قبل شوي من شفت المأكولات الموجودة راح نتعرف على هذه التفاصيل قبل أن ناخذ ضيفتنا الريحة واصلة ما توصل عندكم بس توصل عندي معكرونة بالمأكولات البحرية راح نتعرف على هذه التفاصيل أكثر مع رئيس الجمعية مساك الله بالخير الله يمسيك بالنور السعادة يعطيك العافية أهلا وسهلا بكم قابل الكاميرا أهلا وسهلا اليوم نتحدث عن المشاركة وجمعية المرأة ما شاء الله دائما المرأة العمانية تكون حاضرة في مختلف الولايات السلطنة المشاركة في هذه المسابقة وأيضا في مختلف الاحتفالات السلطنة سمته لو نتحدث عن المشغولات ومشاركتكم اليوم في هذه المسابقة المشاركة الجمعية ولاية مصيرة شاركت بالفنون الشعبية النسائية والموروثات مثل حرفة النسيج والموروثات التراثية وحرفة النسيج أيضا ومنتوجات جمعية المرأة العمانية عندي عدة منتوجات عندي مشروع المرأة الساحلية بدعم من وزارة الزراعة والثروة السمكية وعندي مشروع التغليف الورقي بدعم من وزارة التنمية والأصطاف البحرية هذا الموضوع هذا الجانب الجميل لو ناخذ في هذه اللحظات يمكن نسمع صوت الجميل للألعاب النارية هنا في مسرح ومركز البلدية الترفيهي لقطات موجودة على هذه المشاركة وجماليات أخرى ليستمتع بها زوار مركز البلدية الترفيهي اليوم من ضمن فعاليات المهرجان أيضا كألعاب النارية حاضر اليوم معنا في هذا المساء كما نشاهد صورة أكثر من رائعة ما زلنا مستمرين في هذا الركن الجميل وهذه الأشياء الجميلة اللي حاضرون إليها اليوم في هذا المساء نشوف هذا الجانب اللي عندك من المشغولات الفضية المصوغات الفضية كانت المرأة في الماضي تستخدم المصوغات الفضية للتزين عندي مثلا حيول حوايل تستخدم كانت المرأة تستخدم للزينة وهذه دق الدق تستخدم للزينة أيضا هذه مرية مرية مصنوعة من الفضة مدموجة بالذهب مدموق بذهب وهذا ما شاء الله اللي هنا ما شاء الله أشياء كثير حلوة هل ما زالت اليوم بعد تستخدم؟ ما زالت الكبار السن يستخدم منهم محافظات عليهم وهذه المصوغات ما زالت متواجدة معني متوارثة ومستمرة لله نروح الجانب الحلو الجانب البحري والأشياء الجميلة هنا في هذا القسم الجانب الآخر من الركن الموجود اللي تقدمه جمعية المرأة العمانية مساك الله بالخير الوالدة مساك بالخير والعافية إن شاء الله اليوم الحرفيات الجميلة الأشياء الموجودة والمنتوجات اللي قد تعرضونها اليوم هنا في هذه المسابقة نتحدثين عن هذه الأشياء الصورة واضحة دائما شعار ولاية مصيرة هو السلحفاة هذا هو المخلفات البحرية يعني مخلفات نسوي منها نصنع الأشياء المفاتيح والأكسسوارات مثل هذه ولا الأشياء مثل هذه المصعط يغرب الولد يعطونه حليب أول كان وذي يوطون فيك حل كان من زمان وذي نصنع منها الأكسسوارات البحرية وذي نفس الشيء لا كلها يعني صنعت وبراجة ولا سويرات ولا وذي هانا وبنفس الشيء لوحة وهذه ما شاء الله كل اكسسوارات من اكسسوارات بحري شاركت في عدة معارض حتى في بريطانيا شارك ايوه مثل ما نشوف هذا الركن الجميل من الاشياء اللي تستخدم طبعا هذا شكل برقع لك مفتاح مفاتيح يعني وايد لهن اقبال يشروهن ولا يعطيك العافيه امس ها واتمنى لكم اليوم التوفيق ان شاء الله ان شاء الله وهذه ما الاول زين ايضا اليوم الفنون راح تقدم هنا الفنون البحريه ايضا اللي تشتهر بها في ولايه مصيره فن المديم الفن بحري جميل يعرف دائما عندما يصل الصيادين الى المرسى وايضا عند الصيد واستخراج كميه السمك طبعا تشتهر بها ولايه الصيد الوفير هناك في ولايه مصيره راح نتواصل معكم في هذه المشاركه ولكن نتابع هذا الفن فن المديم عبد الله ما يخاف من الله
إذن وجود الألعاب النارية على الهواء مباشرة الآن هنا في مركز البلدية الترفيهي، وتنوع هذه الفعاليات كلها سواء كان في مسرح الولايات أو أمام البيت التراثي أو المساحات والمتنفسات الأخرى أيضا موجودة هنا، أيضا الزوايا المختلفة من المعارض وغيرها. من ضمن الفعاليات في معرض تصوير ضوئي للمصور الضوئي حافظ بيت سويلم، اللي بنوجه له أكيد كل التحية، وكل الجهات الأخرى أيضا المشاركة في المهرجان. وأكيد يعني جميل حوراء أنه يكون في هذه التنوع، سواء كانت المعارض لجهات معينة كالجمعيات، جمعية الفنون التشكيلية، جمعية العمانية للتصوير الضوئي، أو معارض شخصية. صحيح، يعني نحن ذكرنا أيضا في الحلقات القادمة أن هناك معارض متنوعة في مهرجان صلالة، سواء مثل ما ذكرت عامر من كذا يعني من جمعيات أهلية أو أيضا من جهات حكومية خاصة وغيرها. هناك يعني نحن نذكر أنه هو ملتقى جميل ورائع لجميع الناس، مش فقط مثلا للأشخاص اللي عندهم مثلا مواهب معينة أو غيرها. بالفعل هو مهرجان صلالة مثل ما أنا عارفة أنه هو مفجر للطاقات. نعم، هناك في هناك مثلا مواهب معينه هو كذا يستغلها لانه يبرز هذه المواهب الجميله، يعمل لهم معارض معينه خصوصا من خلال ايضا الاركان الموجوده هنا في مركز البلديه الترفيهي. نعم. الحين مع بعض راح نشاهد هذا التقرير، طبعا افتتاح المعرض الشخصي للمصور الضوئي حافظ بيت سويلم مع بعض مع زميلنا محمد بن سعدون بيت سعيد. نشاهد التقرير ومن ثم لنا عودة. افتتح بمركز البلدية الترفيهي المعرض الشخصي للمصور حافظ بيت سويلم. المعرض يحتوي على 45 صورة تصور جمال طبيعة السلطنة. طبعا مثل هذه المعارض التخصصية التي تبرز جهود الشباب العماني في مجالات الفن المختلفة تعتبر مشجعة
لمثل هذه المبادرات وقيام النواحي التوثيقية لجوانب الحياة المختلفة من عصر النهضة المباركة. في الحقيقة يعني هذا المعرض ينقلنا مرحلة إلى مرحلة، يعني لاحظتم أنه صور، أولا في صور لمواقع قديمة قد تكون اندثرت، فهذا للتوثيق يعني عمل جيد يشكر المصور على يعني الاهتمام به وتوثيقه، يعني سواء مباني أو حتى لما نجد أنه في صور أشخاص ملابس تقليدية، وجوه معبرة، يعني أعمار مختلفة، فهذا يعني شيء جهد كبير يشكر عليه المصور، ونتمنى إن شاء الله أنه هذه تكون من ضمن وثائق التي يحتفظ فيها في المحافظة، لأن الصور هذه مش بس من ولاية صلالة وإنما مختلف ولايات المحافظة. هذه الفرقة تحتفل وتغني بأجمل الفنون العمانية المغنى، تعبيرا وتكريما للمصور الذي لم تفارق عيناه عدسة الكاميرا منذ 30 سنة. تجميع 45 صورة طبعا جت بعد 30 سنة، بعد 30 سنة من بداية التصوير، فالحمد لله رب العالمين توفقنا بالصور، طبعا خذينا من جميع مختلف المحافظات ومختلف البيئات، الحمد لله التشكيل بالنسبة للحرف والطبيعة والصور الجوية، الحمد لله رب العالمين، توفيق من الله سبحانه وتعالى. المعرض يحتضن إطلالة الحافة وجمال تفاصيل عقد وصور تستوقف الناظرين بروعة منظرها. إذن هذه مفردة من مفردات الجمال في هذا المعرض، وهناك الكثير. المعرض مستمر إلى يوم الخميس. لبرنامج مساء المهرجان. سيارتي مازا 6 والعديد من الجوائز العينية، يرجى إرسال كلمة مساء على 90458 لمشتركي عمان تل وأريد. السحب سيكون في يومي 20 و31 من أغسطس 2015 عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وإذاعة الشباب. مهرجان خريف صلالة السياحي 2015. مشاهدينا الكرام، وما زال مهرجان صلالة طبعا كذا يواصل فقرات المتميزة لجميع الزوار، و
نحن نلاحظ أن هناك أيضا تدفق جدا كبير من قبل السائحين سواء كانوا من السلطنة أو من خارجها هنا في مهرجان صلالة السياحي، وهذا دليل واضح على التطور الكبير في خدمة السياحة وأيضا في اكتمال الخدمات الأخرى سواء في المهرجان أو خارج المهرجان. ونتمنى حوراء بالفعل، لأنه يعني هذه المدينة العمانية الجميلة مدينة صلالة إن شاء الله تكتمل فيها كل المشاريع التي يسعى الأخوة على أنها تكون موجودة، خاصة مشاريع الطرق، البنية الأساسية، مشاريع أيضا ما يتعلق منها بأماكن الإيواء، وهي الآن صارت أفضل بكثير بفضل الله سبحانه وتعالى بجهد الأخوة القائمين على هذه المواضيع، أفضل وأفضل، ولكن دائما نطمح للأفضل. صحيح. نطمح لأكثر، ونطمح لأن يكون أعداد الزوار أيضا أكبر، وتكون لدينا القدرة على استقبال أكبر قدر ممكن، لأنه هذا الجو جدا جميل بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان العماني هنا في ظفار، في عموم مناطق عمان، بابتسامته الدائمة، بطيبة قلبه واستقباله للزوار والضيوف بكل ترحاب ومودة، وهذا شيء طيب. عمان عموما المحبة والسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، وجود مولانا جلال السلطان الله يديم علينا أعمال الصحة والعافية يا رب. نرجع إلى مسرح الولايات، مشاركة ولاية مصيرة، هذه الولاية العمانية الجميلة. ولمن لا يعرف مصيرة، هي عبارة عن جزيرة يحيط بها البحر من جميع الجوانب، يمكن هذه معلومة أيضا لازم نمررها. ولأن مصيرة هي جزيرة، قصبة عمان كما يقال، ويقول أهل مصيرة يحبوا دائما يسموها قصبة عمان، البيئة البحرية وأجواء البحر والصيادين. الآن مع محمود في مسرح الولايات، نتابع. إذن عامر، هذه الولاية المشاركة اليوم في هذه المسابقة بالفنون الجميلة المختلفة، الفنون العمانية إن كانت هي اللي شاهدنا قبل قليل فن المديمي والعازي، أيضا فن شيلة الرزحة، الركن الجميل تشتهر أيضا هذه الولاية وهذه الجزيرة الرائعة، الركن البحري، الركن في أشياء كثيرة دائما هناك في مصيرة، قصص الإنسان مع البحر وقصص المواطن اللي عاش كثير مع البحر. مساك الله بالخير، وعشان نعرف أكثر للمشاهد قصة الإنسان العماني اللي يعيش دائما في ولاية مصيرة، قصته مع البحر. مساك الله يحليك. الله يخليك إن شاء الله. محمود الاسم كريم. حمد بن عيد الفارسي. ونعم والله. تفضل. حمد، المشاركة اليوم في هذا الركن، الركن البحري، نتحدث عن هذا الركن. والله هذه مشاركة، ومشاركة الفنون البحري، يعني التراث البحري، الموروث البحري اللي كان في مصير السابق أنصر طبعا، بحكم موقع مصير استراتيجي فموقع بحر يعني، وناس أهل بحر، فعندك هذه الفقرة الأول من البداية يعني اللي هو الشغر. الشغر يستخدم لرماية أسماك القرش، يعني هذه دائما الشغر يكون يستخدمون لأسماك القرش. وهذه الوالد اللي عندك هنا مكسار، هذه مكسار الحبل يسوي لما يسوي الخيط مال الشغر له، إنزين. وهذا الركن معك نفس الشيء، هذه مغدفة، صنف المغدفة هذه كان نفس الشيء سابقا، يعني استخدموا الأسماك اللي قريب من الساحل، يروح على طول المغدفة، طول يمكن 5 تبوع كذا يكون المغدفة جاهز من تقول يعني صناعة محلية دي من سابق الأيام يعني. حتى وأيضا ولاية مصيرة تشتهر بصناعة سابقا كانوا يصنعوا يعني محلي، بس الحين عاد من ودز صناعة النايلون خلاص، يعني اشتريوا اللي جاهز ما عليهم إلا أنهم يركبوه. مثل ما يركب هناك عندك الحين زيام الليخ، يركب ذاك الأخ اللي هناك يركب زيام الليخ اللي هو الليخ مال الكنعد، هذه يستخدم الليخ الكنعد. طبعا رماية الكنعد عندك 3 أنواع للرماية، عن رماية الكسر اللي تكون على الشاطئ البحر، يعني هذه قريب من الشاطئ ما تعدي 400 متر، فهذه تكون على 5 نواير يعني، مثل القرقول انتم يسوق ما يكون معكم الحين اللي نسمعها، هذه تسوبي مال البحر، تسوبي يعني يسوبي له الناس لما يكونوا يعني من بهريين البحر ومتحركين للبحر وخلاص، يعني ما تقول مستعدين وخلاص عندهم وفر الصيد، تحصلون من الناس يعني ما شاء الله بتسوبي لذي، فيختلف تسوبي متسوبي مثلا تسوبي الشيل الليخ، تسوبي في نزغ الشراع اذا راح انه ينزغ الشراع يعني في البدن، في السنبوق، ايا كان نوع الهواري السابقا يعني. زين يعطيك العافية، ولكن نحن دائما ما زال يعني الفنون موجودة، وهذه ما زالت في ولاية مصيرة، كيفية إيصال هالرسالة هذه إلى الأبناء إلى الأحفاد؟ والله اللي قال ما شاء الله متواصلين على المهنة، ما شاء الله الواحد طفل من عمره 10 سنوات وله هواية في البحر يعني. يلا أتمنى لكم التوفيق. أشكرك محمود، أشكرك أحسن. إذا مشاهدينا الكرام، فن
المقايض جاهز. هذا أحد الفنون اللي موجود في ولاية مصيرة، دائما يؤدى في الأعراس والأفراح. خلينا نشوف هذا الفن، متواصلين معكم. جميل. إذن أيضا مشاركة الأخوات من جمعية البرة العمانية ومن أهالي عموما ولاية مصيرة في هذه المشاركة. إذن دائما كل الولايات تحرص على التنوع من خلال مشاركة أو من خلال مسابقة الولايات. وعلى فكرة حورها هي مش كل ولايات عمان تشارك في هذه المسابقة، إنما في كل عام يعطون فرصة لمجموعة من الولايات تكون موجودة، لأن عمان بفضل الله سبحانه وتعالى ما شاء الله تعرفين عمان كبيرة، شمالها وجنوبها شرقها وغربها، وعلى حسب تعدد أيضا البيئات في عمان ما بين الساحل ومناطق الجبال والأرياف وما بين المناطق البرية والصحراء والبادية، في أيضا تنوع جميل إن كان على مستوى اللبس. مثال هذا اللبس اليوم اللي أنت لابستيه للمرأة في ولاية مصيرة شبيه إلى حد ما بلباس المرأة في عموم مناطق الشرقية، كان على مستوى بادية أو حواضر، وهذا شيء جميل. هو هذا التنوع المطلوب أنه دائما يكون موجود. صحيح، يعني يمكن في السنوات السابقة شاركوا بعض الولايات، وهذه السنة يعطوا يعني فرصة لبعض الولايات، والسنة في كل القادمة فترة تعطى فرصة لمجموعة الولايات أيضا على حسب استعداد الولاية نفسها. صحيح. للتواجد، لأنه موضوع مش سهل، يعني تنتقل حدود 800 كيلو أو 900 كيلو أو 1000 كيلو من مثلا شمال أو شرق عمان إلى جنوبها بأعداد كبيرة من الناس هكذا بكل أزيائهم ومشغولاتهم، فموضوع مش سهل يعني. صحيح. لكن هذا شيء مقدر إلى حد كبير يعني. نحن نقولهم الله يعطيهم العافية يعني على هذا التنقل. عموما أنا أيضا حابة أشكر جمعية المرأة العمانية بولاية مصيرة على هذا اللبس
الرائع مع كل يعني اكسسواراته الجميلة. كذا حبينا نحن اليوم أيضا نجسد كذا موروثهم الرائع جميل. بهذا الزي النسائي جميل. الجميل جدا. الحين راح يكون عندنا تقرير واحدة آخر من فقرات برنامجنا، فقرة زيارة مع المها مع زميلتنا المها العادي، والمها زارت مسرح الطفل في مركز البلدية الترفيهي. نتابع. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء مع تقرير جديد وفي زيارة جديدة في ركن مليء بالبراءة والمرح والحب، وهو مسرح الطفل. دعونا نسلط الضوء على ما يحدث في مسرح الطفل، وتحديدا مشاركة مكتبة السندباد المتنقلة التابعة لجريدة الرؤية. تأخذ الكتب الأطفال إلى عالم آخر مليء بالخيال والأفكار، تمثل لهم واقعاً يعيشون فيه بمفردهم. بهذا أرادت مكتبة السندباد من جريدة الرؤية مشاركتهم الخيال والمتعة بهذه الكتب المتنوعة والجميلة في مسرح الطفل المتواجد في مركز البلدية الترفيهي، بالإضافة إلى الفعاليات المقامة في المسرح لتسلية الأطفال وقضاء وقت ممتع معهم. من أهداف مسرح الطفل تقدم كل ما يفيد ويمتع الطفل من الساعة 5 عصرا وحتى الساعة 11 ليلا للطفل العماني أو الزائر أو حتى المقيم في السلطنة. نقدم كل ما يفيد الطفل ومن خلال صبغة تربوية أو المعنوية للطفل ومن خلال أماكن موجودة عندنا في السلطنة. طبعا احنا لاحظنا انه اقبال كبير من الاطفال واستفادوا كثير، لان احنا اعتمدنا اسلوب القراءة الممتع للاطفال على اساس انه يشد انتباههم للقصة او للكتاب. فمن خلال هذه التجربة لاحظنا اقبال كبير من الاطفال وايضا من اولياء الامور. نقطة اخرى احب اضيفها اللي هي ايضا احنا كشباب المفروض نكون قدوة للاطفال، وطبعا احنا حاولنا ان نكون مثال لهم في هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين لاحظنا استجابة كبيرة. لقد استفدت من المكتبة قصص وألعاب كثيرة من القصص البحرية وألعاب. لقد لعبنا ورسمنا ولونا واستفدت من كتب المفيدة التي قرأت الكثير عنها. وشاركت في المسابقات وقفلت ولعبت مع أصدقائي. اليوم كان لعبنا استمتعنا في مهرجان صلالة السياحي. أنا اليوم في المهرجان قرأت كتب ولونت. الكتاب خير جليس، أحد العبارات التي اشتهرت بيننا، لهذا يهدف مسرح الطفل على تنمية مواهب الأطفال وتنمية قدراتهم على القراءة السريعة. انتهت زيارتنا اليوم، نلقاكم في تقرير آخر. شكرا المها، بانتظار زياراتك الأخرى. الشكر موصول أكيد لجميع الزملاء ولكم أيضا أحبائنا الكرام على متابعتكم. طبعا ما زال لدينا القليل لأنه ما زال هناك فقرة من مسرح الولايات. عموما نتمنى لكم دائما كل الأوقات الطيبة والممتعة بإذن الله تعالى، ونلتقي دائما على الخير والمحبة. إلى اللقاء. كذا أعزائي وصلنا إلى نهاية لقائنا إن شاء الله غدا، والختام راح يكون طبعا في مسرح الولايات مع زميلي محمود. عامر مشاهدينا الكرام وصلنا إلى الختام، وراح نرحب في الختام بالشاعرة صالحة المخيبية من ولاية مصيرة، ومساك الله بالخير ويعطيك العافية، ونسمع القصيد اليوم في هذه المشاركة. يا هلا فيك، يا مرحبا بهالصلالة. إن شاء الله اليوم بقدم لكم قصيدة تراثية وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بمسمى جزيرة مصيرة، وهي مشهورة على مستوى السلطنة. أقول زيدي يوشت غميرة، هي قابض السكان وهيد بشوف الديرة
إن كان الهيبيان مصيره ما بيزيره مصيره رقبة عمان سقاك الله سقاك الله يا ديره سابر طول الزمان سلامتك. هذه أبيات محفوظة من القديم يعني ما مش كلماتي لكن شكرا العفو أحسن. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى الختام مسرح الولايات ولهذه المشاركة الجميلة. غدا مسابقة فن السيف وما زال فن المغايض اللي تؤديه دائما النساء في الأفراح والأعراس ما زال موجود نتابع. يا فاطر الكون البديع الأعظم يا الله أنعم وأكرم شيل الله على الوطن بالخير تنعم يا الله منك المكارم شيل الله رمز الوطن قابوس تسلم يا الله العوافي تنعم شيل الله عدل وفا بالمشاعر مبرم شعب وحاكم رمز الوطن قابوس تسلم يا الله.